الحجم ديال الابيسور ديال التاج اللي ساق سقط قرابة يعني ديال 50 سنتيمتر، 50 سنتيم في بعد قرابة ديال 30 سنتيم. قرابة 30 سنتيم ديال الارتفاع ديال تساقط تولوز في بعض المناطق. هذا كثيف جدا، كثافة كبيرة جدا. الله، بوليسات، الله. اما الطوموبيل ديالي انا باقا غارقة، ما تتبانش من وسط التش. تهضروا اليوم الى طاحت هاد الضبابة، هادي هاد الضبابة غادي تحيدو. مع البارح بالليل طاح شوية ديال الشتا، الحمد لله. هذه الطريقة بين المدرسة والدار، لاحظوا النظافة ديال الطريق. دابا هاد التلج هذا مشى واحد شهر ولا شهر ونص، عادي يدوب او اكثر. الا ما طاحش عليه الضبابة والشتا ما يدوبش. الا بقى الحال بارد متنضل هكذا بقى 3 شهور ما يحيدها بزز، يعود خطير على الطوموبيلات، تعود بحال حجر شوك. نتمنى تكون شي ضبابة ضرب شي شميشة، الا ضربت الشمس وجات شي ضبابة كاع التلج هذا يدوب. ما جات الشمس، شوف الطوب كبير. وقتاش غيدوب هذا؟ وقتاش غيدوب هاد التلج هذا؟ كارابينيري شد واحد مول كمية من هيا يمشي نقص لينا واحد طريقة من نخرجو في الكوس حدا الدار. هو بعيد بعيد من الدار، لكن فيه عندهم غزة. راني باغي نخرج الطوموبيل، ولا باغي نخرج الطوموبيل. يلا ارحم باك، حيد لينا هادشي من هنا.
هو تيصيح تيكس ليا في الطريق. هو مهود هنايا. حدا الدار عندي هنايا. هو تيصيح هدا اللهم. اش حاجة هذيك ما تنكس هارد باردوان. كمون يا ده.